السلام عليكم، هلا بالشباب، اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في فيديو تفتيح باكيج نجوم الاسبوع. زي ما انتم شايفين معانا التفتيحه المجانيه، يعني كده معانا في الفيديو ده ان شاء الله 4 تفتيحات، فان شاء الله حظنا يكون كويس. الباكيج فيه اعلى 2 هم محمد صلاح وانطوان جريزمان، فان شاء الله حظنا يكون كويس، واحنا بس محتاجين واحد منهم بس، جريزمان او صلاح، ويا ريت يعني لو يطلعوا الاثنين. فان شاء الله كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل نجرب اول تفتيحه، وعرفونا طلع لكم مين من التفتيحه المجانيه. يعني اكيد معظمنا بيفتح التفتيحه المجانيه، مش لازم تفتح بكوينز. ونشوف اول واحد كده سكيب على طول، وشكله الحارس ولا مين؟ لا طلع جوردزك جوريتسكا جوريتسكا. اوكي كده اتبقى لنا 3 تفتيحات، دي كانت التفتيحة المجانية. نجرب بقى التفتيحة بفلوس ان شاء الله، جريزمان او صلاح، وفي اسوأ الاحوال هكان شالهان اوجلو. يا مسهل، نعمل سكيب. طيب وللأسف ولا واحد منهم لحد دلوقتي. لوكاتيلي طبعا جاب هدف كويس في ماتش يوفنتوس وميلان تقريبا. ماشي سكيب كده، بقى تفتيحتين للأسف لحد دلوقتي، لسه جريزمان ولسه صلاح. يا رب إن شاء الله واحد منهم، إن شاء الله واحد منهم. يا مسهل. طب نجرب سكيب برضو، برضو للأسف ولا واحد منهم. دوجلاس لويس. أوكي آه يا زمن، آخر تفتيحة يعني الامال بتاعتنا تضاءلت، ولا واحد من اول 3 لعيبه، صلاح او جريزمان او هاكان. يلا بينا اخر تفتيحه بقى، احنا حظنا نتفائل، خلينا متفائلين، خلينا متفائلين. المره دي مش هعمل سكيب. جريزمان، شكله جريزمان اعتقد، هو جريزمان رقم 7 من اتلتيكو مدريد في اخر تفتيح. بس للاسف ما طلعناش صلاح، كنا عايزين نعمله تجربه ممكن نتصرف فيه. بس كده يا شباب، ده كان حظنا الحمد لله، طلع لنا، قلت لكم انا مش طماع، طلع لنا الحمد لله جريزمان، وللاسف ما طلعش صلاح. عرفونا طلع لكم مين في الكومنتات. بيس اوت.